معنا بالاستوديو احد مخترقي الخط الاحمر، صاحب نظرية خطوتين لقدام. تفضل استاذ. يا شو لحظة لا. مين يا إيه لحظة لا شو هاي اللي عملتها؟ هذا أقل ارتفاع عندي. يا سلام لكان يا إعداد يا شباب، هذا مين اللي جابه؟ نحن اللي جايبينه استاذ. بس هذا كيف بدي حاوره وهو عم ينط مثل الشمبانزي كل الوقت؟ راح ابعت لك اثنين من الشباب بيعالجوا المشكلة، وانت دير بالك على حالك ومضي هالحلقة على خير. اتذكر منيح. بعت لنا الشباب. وين الشباب؟ لا بدي حاوركم الثلاثة ولا بدي حاوره بس لألو؟ إيه وكيف مبينين انتو؟ اعتبرنا مو موجودين وكمل حوارك. إيه بس انتو موجودين، العالم بشوفوكم. يا أخي ما حدا شايفنا، ولو حدا شافنا رح يعمل حاله بأنه ما نو شايفنا، ولو شافونا ممكن تشيله بالمونتاج. يا حبيبي نعرف المونتاج كمان. سمعتك، معلومة صغيرة بأنه نحن اللي اخترعنا المونتاج. شو؟ اجري بحوارك. لا طيب هلا خلونا نستغل الموقف لك، واعتبار الجو مكركب مباشرة. استاذ قافز الخطوط الحمراء، احكي لنا عن نظريتك. شو نظريتك؟ اول شيء شكرا على استضافتي. اهلا وسهلا. مع اني كنت بعرف كثير منيح انه هذا اللي بده يصير. ثاني شيء، تقول النظرية بأن الطريقة المثلى لتجاوز كل الخطوط الحمراء هي خطوتين إلى الأمام. خطوتين للأمام؟ كيف يعني؟ يعني تقول النظرية أيضاً بأن الناس لا تعيش أمام خطوط حمراء، وإنما ضمن دوائر مرسومة بالأحمر. ومن هذه الدوائر عندك دائرة التقاليد والعلاقات الاجتماعية، دائرة قواعد العلاقات، دائرة القوانين والنظم، وفي دوائر كثيرة تانية. فالناس اللي بتعيش ضمن هاي الدوائر هي بتتوزع على الشكل الآتي: في قسم من الناس بيتحرك حول المحور بالمنتصف، يعني هلأ هدول ما بيأثروا على حدا وما حدا بينتبه لهم أصلا، ما بيشكلوا أي أزمة. في قسم تاني بيقترب اقتراب من الحواف، هدول ناس أوادم وبدون السترة. هلأ في كمان ناس تمشي على الخط الأحمر. أيوة. هدول بقى هنن اللي بيخلوا الشباب يضلوا مبسوطين. ليش؟ لأنه هنن بيظهرون بمظهر المنفتح واللي بيخلي العالم تحكي. وفي ناس بتخترق الخط الأحمر فبتاكل كف. فهدول هنن أبطال نظريتي. هي الزبدة، وصلنا للخلاصة. أي شو نظريتك هاي خطوتين لقدام؟ خطوتين لقدام تقول النظرية بشكل صريح: تجاوزوا الخطوط الحمراء بخطوتين إلى الأمام. وهيك لما بتاكلوا كف، ورح تاكلوا أكيد، بترجعوا خطوة للوراء. وبهذا الشكل أنت بتكون كسبت خطوة للأمام وعملت خرق بالخط الأحمر. حلو، فعالة هاي النظرية؟ يعني أنا هيك عامل بحالي يا أستاذ؟ جربت على نفسك يعني؟ بكل فخر وألم. نعم. بهمنا نعرف طيب شو الخطوط الحمراء اللي اخترقت. أنا تجاوزت الخط الأحمر تبع وين راح الزلمة؟ مو شغلتك، وسبق وقلت لك اتذكرني.